يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم وحلقة جديدة في الصالون. الحقيقة دايما أنه حلقات في الصالون بحب أنها تكون مختلفة ومتميزة، ونقدم فيها كل حاجة جديدة تهم كل البنات والستات وأحيانا الرجالة يعني. بس الحقيقة النهاردة موجود معايا فقرتين إن شاء الله يعجبوكم ويكونوا مهمين لكل البنات. طبعا كلنا بنبقى عايزين دايما شعرنا صحته حلوة، شكله حلو ومختلف كده ومتميز. ففي حاجات كتير بقى طلعت الفترات اللي فاتت، بروتين، كرياتين، كريستال، فيلر، حاجات كتير قوي. فانا قررت النهارده ان احنا نعرف كل الحاجات دي ونعرف ايه الفرق بينهم ونستفيد منهم ازاي مع اكتر حد ممكن يعني يتكلم معانا على الموضوع ده، استاذه هدى ابراهيم. هي خبيره البروتين والعنايه بالشعر وصاحبه دودي سبا. ازي حضرتك؟ اهلا بيكم. انت منوره مشاهدينا. الحمد لله حبيبتي، ده نورك، ربنا يخليكي. انت النهارده احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نتكلم فيه، بس في البدايه كده خلينا نعرف الاول ايه هي فوائد البروتين للشعر. فوائد البروتين للشعر طبعا الشكل العام الخارجي ده في الاساس بتاعه، يعني طبعا بيخلي الشعر شكله كويس، الهيشان، التقصيف، الحاجات اللي بتبقى في الشعر طبعا اللي انا بتضايقني. بس اهم من ده ان انا اعتني بعدي. تمام. طب احنا قبل ما نشوف موضوع ان احنا نعتني بعدي ده، في فيلر وفي كريستال. ايه الفرق بقى بين البروتين والفيلر والكريستال؟ الفيلر الفرق بينهم احنا اللي بنحدده على طبيعه الشعر. يعني طبعا شعر مجهد قوي من الصبغه بيبقى ليه نوع، شعر مثلا اول مره بيور خام، اول مره يتعمل، ليه برضو نوع اللي بيحدده المتخصصه اللي بتعملي معاه. يعني على حسب طبيعه الشعر. طبيعه الشعر وايه احتياجه ليه. مش هنجيب طفل صغير ونشيله حاجه اكبر من قدراته. فديت بترجع للمكان اللي حضرتك بتعملي فيه، وطبعا احنا اللي بنحدد دوت على طبيعه الشعر. يعني على حسب الكلاينت اللي بتجيلك او الحد اللي بيجيلك، انت بتشوفي شكل الشعر، طبيعته، مجهد قد ايه، عايز ايه بالظبط، وعلى الاساس ده بتبداي تحددي بقى تعملي له ايه بالظبط من الحاجات دي. طيب لو ام بقى وعندها بنوته حلوه كده وعايزه تخلي شعرها شكله حلو قوي، فعايزه تعمل لها بروتين، هل ينفع الاطفال يتعمل لهم بروتين؟ بينفع الاطفال، بس برضو اختار المكان الصح او المتخصصه اللي تعمل لي. بنبعد عن الفروه خالص، بنقفل الفروه بحاجات صحيه، وبنبعد على قد ما نقدر سنتي عن الفروه. ونشتغل في الشكل العام، لان الاطفال بيبصوا لبعض في المدارس، في النادي، فتقول انا شعري، اشمعنى انا شعري وحش؟ فلا، احنا بنحاول على قد ما بنقدر. والنوع بتاع الاطفال بيبقى نوع خفيف قوي، يعني حاجه كده شبه 1% من البروتين. وبقيه الجلسه بيبقى فيها جلسه تغذيه للشعرويه وجلسه أمبولات خلايا جذعية، حاجات كده بتخلي الشعرية نحافظ عليها. بفضل الله أنا بشتغل من 3 سنين، يمكن أكتر حاجة أطفال بشتغل. لا والله، يعني ممكن بنت عندها 3 سنين يتعمل لها بروتين؟ أنا بشتغل وبشغل الولاد كمان، حتى الولاد دي. الأطفال عموما يا جماعة، بنات وولاد ممكن يتعمل لهم بروتين. والحوامل بفضل الله أنا بشتغل مع شركة كل منتجاتها ما شاء الله طبيعية، وحاجتها جميلة جدا، زيرو فورمالين. الفورمالين النسبة الطبيعية اللي بيحطها الخبير نفسه في المصنع البرازيلي. الشركه كمان واخده، شركه سمراء النيل دي واخده ما شاء الله الموافقات كلها، حاجتها كلها ممتازه. اهم حاجه التراخيص طبعا. وانا طبعا امريكيه وبرازيليه ومصريه، بشتغل بيها وانا فعلا مطمنه جدا، ببقاش قلقانه ابدا. غير ان انا كمان عشان يبقى في مصداقيه انا بعمل جلسه تغذيه بعد شهر للشعرويه. بعد ما بتعملي بروتين بشهر؟ دي هديه مني للعميله اللي بتجيلي، بعملها لها هديه علشان انا طبع الشعر. بفضل الله بتيجي وبتجيب لي اصحابها وبتجيب لي قرايبها، بتجيب لي، بعمل في عملت في جميع محافظات مصر بفضل الله، بيجي لي من المحافظات بفضلك يا رب. ما شاء الله، ده حلو جدا. لاني وبعمل عليها جلسه تنظيف بشره عميق هديه. ده في هدايا كتير يا جماعه. ما هي عملت شعرها، فالطبيعي ان اول حاجه تبقى مختصه مع الشعر ايه؟ البشره. طبعا. فتطلع كده من عندنا منوره، جمالها عندنا طبعا اكيد. طب يعني احنا في عندنا هدايا كتير اهو بقى، ان احنا نروح دودي سبا ونظبط كده الدنيا وهناخد كل الهدايا. ماشي. انا عايزه ابص كل بنت وكل انسه، عشان احنا شعرنا في دودي سبا كلنا بنات وكلنا انسات، ما عنديش مدامات. طب ليه كده المدامات يزعلوا مننا؟ لا لا، كلهم عايزين يبقوا انسات. ايوه والله، كلنا عايزين نفضل، ربنا يسعدهم، نفضل شباب العمر كله يا رب دايما يا حبيبتي يا رب. طيب يعني بعد البروتين انت بتعملي جلسه لتغذيه الشعر، هل ده مهم؟ يعني بعد طبعًا. ما بعمل بروتين لازم طبعًا. فكره بقى ان انا ازاي اعتني بشعري بعد ما اعمل بروتين. هو جميل قوي ان انا اعمل، هي المجموعه اولا اسمها مجموعه العنايه بعد البروتين. ما كانوش عملوها.
الشامبو طبعا فري صوديوم واملاح وحاجه صحيه، ده كمان مهم للي مش عامله بروتين تستخدم مجموعه البروتين، الشامبو والبلسم وحمام الكريم والسيرم، امبولات تغذيه، انا ازاي اعتني بيه؟ ما انا مش هعمل حاجه وخلاص على كده، شكرا. لا، هو مش سحر، البروتين مش سحر، عشان نكون كلنا واضحين مع بعض. البروتين بعد شهر هيطلع الجديد، المفروض ان الشهر بيطلع في الشهر 2 سنتي الطبيعي، فاكيد هيطلعوا. انا لما بتيجي العميله بعملها جرسه خارجيه مش داخليه. طب انا في عندي شعريه ضعيفه وبتيجي تقول لي انا نفسي يبقى شكله حلو، وده مهم قوي في نفسيتها يعني، صح طبعا. فبقول لها اعمل لك ولازم تعتني بيه. ازاي؟ بتاخد فيتامينات، الهيرتون ممتاز ممتاز ممتاز، حاجه جميله جدا جدا، ملوش علاقه ان هو يزود الشعر بتاع الجسم. الهيرتون بيشتغل، اولا سعره رخيص جدا، ثانيا بيشتغل على فروه الراس بس، بيعيد انبات الشعر، بيملى الفراغات، بيمنع التساقط، بيمنع الهيشان. فالمهم قوي ان انا اعتني بيه بعد كده. انا اشتغلت البروتين من 15 سنه في السعوديه، ما شاء الله. ما كانش، اما جينا نتعلم البروتين واحنا متخصصين اهو، قالت جابت لنا، بفضل الله انا بسافر من زمان يعني، فجابت لنا متخصصه من البرازيل، ما قالتش احنا كوافيرات اشتغلوا، لا، جابت لنا متخصصه علمتنا اللفظ نفسه اللي يطلع على الشعر، الكيرلي الافريقي الضعيف، الكيرلي قوي مجهد، ما اقولش على شعرايه دي كذا، اللفظ نفسه اللي يتقال على الشعر، ان احب الشعرايه وانا بشتغلها. بفضل الله كنت حاضره ايفنت كان في فندق كبير وفي متخصصين كتير جميع، والحمد لله مختاريني وحاطين لي الصفحه على الصفحه الرئيسيه في البرازيل كمتخصصه مصريه، ما شاء الله. بعد مصوره فيديو كامل لبنوته، لازم احب الشعر يعني، صح. البروتين اللي بينجح واللي بيسقطه المتخصصه، ان انا احب الشعريه اللي بشتغلها واتعامل معانا دايما، اقول لهم دي روح، صح. للبنات في السنتر معايا يقعدوا يتقولوا دي حقيقه. فاعمل لاطفال، اعمل لواحده، اخر واحده من يومين كده قالت لي يا طنط ما فيش في الارض شعر. كان فيش في الارض شعر ازاي؟ قالت لي انا لما بعمل احنا كمان يا جماعه احنا اللي على الهوا ده البيوتي سنتر دودي سبا، وكمان موجود الارقام بقى لو اللي عايزين يتواصلوا مع استاذه هدى والبيوتي سنتر يقدروا ان هم يكلموهم في اي وقت وهيروحوا يلاقوا الحاجات الحلوه الجميله دي. ده الشعر بقى المفروض، صح؟ ده قبل دي بنوته، دي بنوته دي صغنونه، باين ان هي بنوته صغيره لما عملت، ما شاء الله، جات لي بعد شهر عملت لها الجلسه بتاعتها، مبسوطه وجميله من شعرها قوي، الفرق واضح يعني. جدا يعني الشعرايه انا بيهمني قوي فرحتي بقى، يا حبيبتي الفرحه جميل. نفسها لما البنت او اللي بتعمل هو نفسي يعني البروتين الله يبارك له اللي طلعه بقى. لا ما يعني بصراحه هو حاجه هايله جدا. طب يعني بنحس ان هو اختراع، فعلا اختراع عظيم جدا. وما شاء الله كمان البيوتي سنتر عندك شكله حلو قوي، ويعني انا بشوف برده كمان ان الديكورات بتفرق يعني في نفسيه الحد اللي جاي. انا لو رايحه مكان شكله حلو هبقى مبسوطه وقاعده كده، وانا يعني هبقى سعيده ان انا موجوده في المكان ده. فبجد لا ما شاء الله جميل جدا. الريفيو فعلا بيتقال لي ان ميرسي، انا بحس ان انا في بيتي، دي بتسعدني قوي بقى. الراحه النفسيه مهمه جدا. لما بيكتبوا لي الريفيو بعد ما بيمشوا ده بيبقى يعني فعلا. ولما تجي لي واحده اكتر حاجه بتبسطني لما تجي لي واحده تقول لي انا فلانه بعتني، فمعنى ان دي فعلا النجاح، صح طبعا. ان انت تقعدي في مكان وتقولي على مكان، صح. لما اروح مكان والاقيه مكان كويس هرشحه لغيري علشان الناس تروح، لكن مش لو مكان مش حلو لا طبعا مش هفكر ان انا اقول لحد عليه، لا بفضل الله. طيب في اعتقاد كده عندنا كلنا يعني انه انا بعد ما هعمل بروتين مثلا بسنه بسنتين هبدا الاقي بقى ايه، شعري باظ، حصل فيه حاجه، فهل الحاجات دي صح ولا ده؟ الشعر عامه استحاله هيكون شعرك بيقع بنسبه 100% وبعد البروتين هيقف لحاجه بسيطه. انا يمكن الزباين بناتي واخواتي، ما عندناش زباين، كلنا طبعا كلهم اصحاب مكان، دي اكتر حاجه بفضل الله بيحبوها فيها، يقول ان انت بتقولي لنا الصراحه. بقول لهم البروتين علاج شعر من بره، انا مش هديكي كوبايه بروتين تشربيها. ايوه. فاللي يطلع يطلع. فلو شعريه ضعيفه هو حمل، الشعريه طبيعتها اللي طالعه من جوه البصيله نفسها ضعيفه. واحنا بنحط من فوق من فوق من فوق، الطبيعي انها هي. فلازم اعمل ايه؟ لازم امشي بمجموعه العنايه بتاعتي، ولازم امشي بفيتامينات. في فيتامين خاص بالفروه اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بفروه الراس بس ويمكن الضوافر شويه، لا بيزود شعر الجسم زي في حاجات تانية ولا لا،
ده مختص بفروة الراس، كل شغله لفروة الراس بس. لكن لو انا شعري بيقع اصلا او عندي مشكله في تساقط الشعر، البروتين مش هيزود تساقط الشعر او هيقلله، صح؟ يعني هو لا، ملوش علاقه. ملوش علاقه، هو شكل خارجي من بره. يعني انا لما حد بيتصل بيا شركه عايزه تبيع لي منتج، فتقول لي فيلر كريستال كولاجين عشان نكون واضحين، اقول له حضرتك قول لي طريقه الخطوات، فيقول لي يتحط على الشعر ونسحب بالمكوى، اقول له بس بروتين ومسمى تاني، ما نضحكش على بعض. اي حاجه بتتفرد بالمكوى هو بروتين، اوكي، بس مسميات المنتجات. في بقى اللي على البارد دوت، اعترف بيه لاني جلسه علاجيه فعلا، امبولات خلايا جذعيه وخلايا جذعيه وفيلر، وفي فيلر على البارد انا بحطه بقى بيطري ما بيفردش. اوكي، ده علاج بقى. علاج بيدي الشعريه بقى طريون، بيدي بقى الشعريه كده صحتها. ده العلاج اللي هو ايه فعلا، ويمنع التساقط. في امبولات طبعا للتساقط، ده جايه بتقول لي انا عايزه جلسه علاجيه مش عايزه فرد. يعني هي على حسب هي بتقرر ايه، انت بتقول لها ده موجود وده موجود. في ستات ما شاء الله واعيه كتير تقول لك مش مشكله شعري كيرلي، بس المشكله بس ان يبقى صحي. وفي حد بتقول لك لا انا زهقت منه انا عايزه افرده. وفي طفله صغيره بيبصوا لبعض في المدرسه. طبعا الاطفال هيبقى فارق معاهم الشكل، يعني الشكل. هتبقى عايزه شكل شعرها فمهم حلو. فمهم بقى انك تختاري، تختاري المكان اللي تفضلي معاه. انا جه عليا وقت عملت عرض بالتقسيط. احنا عايزين نتكلم على موضوع العروض والحاجات اللي انت عاملاها، انت عامله حاجات كتير. واثقين من نفسنا. ايوه كنت طبعا. بقول لهم علشان طبعا انا لو عامله لك البروتين على شهرين على ثلاثه على اربعه وحصل اي حاجه اكيد انت مش هتكملي تدفعي طب مش القسط. هدفع خلاص. مفيش فلوس. فعملته، فكانوا يضحكوا اصحابي يقولوا لي بالقسط، اقول لهم بفضلك يا رب، عشان انا بجيب كل حاجه ترضي اللي قدامي. انا بحب العلاقات. بحب الناس، يعني احنا تقريبا كل الحبايب اللي بيجوا عندي احنا عيله واحده ما شاء الله. بفضلك يا رب، يعني الحمد لله. انا من كام يوم كده نزلت ريفيو عايزه عربيه ملاكي الساعه واحدة، ندمت اني نزلت البوست. جات لك عربيات كله دخل كتير. لا ده كله دخل على المازنجر يطمن عليا، فيكي ايه، انت نازله ليه، طب عايزه تنزلي ليه، ودي حاجه ساعدتني جدا. طبعا والله شلت البوست في ساعتها، قلت لهم مش نازله، كنت نازله اروح المحل. هو الحقيقه يعني هو حب الناس ده نعمه طبعًا من عند ربنا. طبعا نعمه كبيره يعني. فربنا رب. يديمها عليكي كده يا ان رب. شاء الله، امين يعني، امين وتفضل كل حبيبتي. الناس بتحبك وانت كمان سلمي تبقي لي بتحبيهم. سلمي لي قلبي. بما اننا بقى اتكلمنا على السنتر والحاجات اللي بتعمليها فيه، فانت بتعملي حفلات. ايه بقى بتعملي، ايه الحاجات اللي بتعمليها في الحفلات بتاعتك في السنتر؟ والله انا كان عندي صديقه كده حبيبتي، وعندي حنانه سودانيه تعتبر اخت برضو وصديقه، وما شاء الله الحنه بتاعتها رسوماتها جميله ما شاء الله. وعندي الهام شلبي شو، دي مختصه باحياء الحفلات اللي هي السبوع والعرايس الحنه فكنت بتكلم انا وهي، فقلت لها ما تيجي تعمل نعمل حاجه كده تطلع الناس من اللي هم فيه. قالت لي نعمل ايه؟ قلت لها انت تيجي عندي باللبس بتاعك بتاع ليالي الحنه والاطفال، وترسمي للبنات العرايس، ونجيب نعمل زينه. وفعلا عملنا ده، ولقينا ناس جم مبسوطين جدا. علقنا بقى بلالين وعلقنا كده، وجابت هي الحاجه بتاعتها وبقت ترسم للاطفال، وجابت عروستين اللي هم بيلبسوا وقعدوا يرقصوا، وكان يوم جميل جدا لدرجه ان احنا ان شاء الله ان شاء الله من خلال بقى البرنامج هنعمله ان شاء الله ليله راس السنه، وهيبقى فيها بقى المره دي اراجوز كده للاطفال. الله. ومهتمين بالاطفال اكتر. حلو. يعني طبعا تبقى حفله طبعًا. للاطفال كده ان شاء الله ليله راس السنه باذن الله، انا والهام وام عبده باذن الله ان شاء الله. طيب يعني يا جماعه الله. ليله راس السنه تقدروا تروحوا تحتفلوا في طبعًا. دودي سبا، طبعا عاملين حفلات حلوه، وانا هاجي ان شاء الله نحتفل مع بعض براس السنه ان شاء الله، تبقى سنه تعنيا. جميله كده علينا تعنيا. كلنا باذن الله. تعنيا. طيب انت بقى عامله عروض بمناسبه يعني ان احنا خلاص داخلين على السنه الجديده، فعامله كده كام عرض حلو عايزينك بقى تقوليهم لنا، ودول مستمرين لحد اخر السنه يا جماعه. لغايه 30/12 طيب ان شاء لحد الله. 30/12 العروض بقى اللي هتقولها لنا استاذه هدى دي، قولي لنا بقى ايه العروض اللي عاملاها. احنا كان بمناسبه عيد ميلاد السنتر عملت كوبون ب 100 جنيه، كان في 10 خدمات تختاري منهم ال 10 خدمات ب 100 جنيه. ال 10 خدمات دول بقى بيبقى غسيل شعر، استشوار، مكوى، سويت نص ايد، سويت نص رجل، برافين ايد، برافين رجل. العشر خدمات انا كاتباها لهم في الكوبون، يعني مالهمش وقت. أوكي. ان شاء الله تعملي كل خدمه كل شهر في الخمس خدمات. يعني مش كل مره لا واحده. لا 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 براحتك خالص، الكوبون بتاخديه. وطبعا في بعد ما نخلص العدد اللي احنا طابعينه بنعمل جوائز وسحب برضه وحاجات زي كده. انت مدلعه الناس خالص. طبعا انا عايزه كل الستات والبنات تهتم بنفسها وما تلاقيش حاجه بتعوقها للاسف، عشان برضه الظروف الماديه اللي بتمر بها البلاد كلها. صح. فبحاول الست اكتر حد بيدي،
فلو حست ان مجرد بس ما عملت تنظيف بشره وقفت في المرايه هي نفسها هتبقى بقى صح قادره تدي في البيت لاولادها ولشغلها ولاصحابها صح. انت كمان هي زي ما انت بتقولي، هي دايما يعني الام دايما تقول لك ايه، انا مش مهم انا مش يعني، مهم، دي انا حقيقه. مش لازم، انا والولاد بقى ومش عارف يتبسطوا. طب فلما فضل تلاقي الله. حاجه يعني سعرها معقول او هتقدر تعملها في يعني، ومش هتيجي على الفلوس بتاعت البيت مثلا، او مش هتيجي، لا فهتنزل وهتعمل ده، وده اللي هتهتم حصل، بنفسها ده اللي وتلاقي حصل. نفسها شكلها حلو، وفي نفس الوقت هتبقى برضو يعني مع الولاد ومهتمه بالبيت وكل حاجه، يعني مفيش حاجه هتيجي على حساب حاجه، لا صح كده؟ خالص، هما دايما يقولوا لي كده، يقولوا لي يعني كتير قوي ربنا يبارك لك يا طنط، انت بتعملي لنا عروض بتخلينا نبقى سهل ان احنا نفكر في نفسنا شويه. الباقه التانية عاملين باقه برضو ب 300 جنيه، دي بمناسبه راس السنه، دي سويت ايد كامله ورجل كامله واندر ارم، وعاملين عليها حمام مغربي 9 مراحل يا وتنظيف خبر بشره ابيض. 9 مراحل واستشوار ووش وحواجب. دي اللي هي دي باقه، دي ب 300. ب 300. دي غير ان كل الادوات عندنا استخدام مره واحده. طبعا دي اهم حاجة. طبعا دي بقى بتدفع حقها، يعني ما بين ليفه مغربي او سفنجه او فوطه، كله استخدام مره واحده طبعا دي بفضل الله. اهم حاجة، دي اهم لانه حاجه يعني، طبعا. موفرها لهم كلها، حتى في الباديكير ليكي فوطه لوحدك، الباديكير الايد ليكي فوطه لوحدك. هي اهم حاجة ان الواحد يبقى دايما برضو ايه يعني، طبعا عارفة الفترة اللي احنا فيها دي كمان الواحد بيبقى قلقان شوية. لا بفضل الله والله، من قبل الكورونا وزبايني وبناتي وحبايبي عارفين ده كله، انا اصلا كنت بشتغل بالتعقيم 99%. ما شاء الله. يعني انا ليله اللي قالوا حظر والحاجات دي كان عندي تقريبا 5 كراتين كحول، يعني انا كنت ايه انت مظبطة الدنيا بالصدفه ومأمنة. كده والله، وكان ما شاء عندي الله. الكمامات وعندي الفوط استخدام مره واحده، وكان في ريفيو كاتباهولي دكتوره في 28 واحد قبل الكورونا خالص، ان هي دخلت وتعقيم عالي وحاجات لفتت نظرها كده. يعني الدكتوره دي عندي من حبايبي ما شاء واختها، الله. وبتبعت لي اي حد يخصها يعني، طبعا لانها كان دي يهمها شهادة طبعا. عظيمة جدا. طبعا، ما هي طبعا بالظبط اهم حاجة ان طبعا. الواحد يبقى رايح مكان يعني مش قلقان على نفسه، ومش خايف انه ممكن يحصل حاجة كده او كده، وانت اكيد هتبقي اكتر حد حريص اصلا انه الناس تبقى كويسة وما يحصلش اي حاجة، لانه انت عندك بنات بيشتغلوا، انت نفسك موجودة، ده حقيقي. الزباين بتوعك اللي موجودين، فانت اكيد هتبقي حريصة جدا ان انت تحافظي على صحة كل دول، يعني انا ده بخاف اكيد. عليهم ولادي، انا فعلا بحبهم يعني، انا ما عنديش بنات اساسا، معايا ولاد، فتقريبا انت فاهمه الصبيان بقى مع نفسهم كده. طبعا. فانا من ساعه ما بنزل السنتر لغايه ما بمشي انا حاسه ان احنا في بيتنا، انا عامله مطبخ، بنعمل اكل وناكل ومع بعض، جو عائلي اسري. مهم قوي انك تحبي شغلك صح. وما تحسيش انه مفروض عليكي، لان هي دي المهمه قوي. الجمال في السنتر جمال الروح، صح. انك تخرجي من جوه لما تروحي بيتك واحده بتقول لي انا باجي عندك برجع واحده تانية، تقول لي انا باجي بنسى الهموم بتاعتي، انا بحس ان نفسيتي بترتاح قوي، ودي اكتر حاجه بتبسطني، ان انت مش داخله مكان حاسه ان انت بتدفع الخدمه دي هدفع فلوس همشي خلاص، صح. لا 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 بفضل الله يعني، الحمد لله. ما هي فعلا الراحه النفسيه حاجه مهمه جدا. انا بخلي شكلي حلو، وبخلي بغير من شكلي وبعمل كل حاجه، بس كمان مع تغيير شكلي نفسيتي تبقى طبعا مبسوطه، طبعا. فهحس ان انا كلي كده بقى من جوه ومن بره ده بقيت مهم حلوه. قوي، ومهم انك انت جايه مش خايفه من حته الاسعار، يعني انا دايما اقول لها اعملي اللي انت عايزاه وما فيش مشكله خالص، بختار لها الباقه اللي تناسبها واللي مناسبه للظروف اللي احنا، لان كلنا عندنا ظروف دي. صح طبعا صح. كلنا عندنا طب ظروف دي. حضرتك شايفه انه اصلا يعني سبب من اسباب نجاح دودي سبا العروض اللي بتعمليها على السوشيال ميديا، والتواجد اللي طول الوقت موجود على الفيسبوك، وعلى يعني ان انت دايما بتتفاعلي مع الناس، يعني شايفه انه ده سبب من اسباب النجاح والانتشار اللي ما شاء الله انت محققاه؟ الحمد لله ده من فضل ربنا، بس انا شايفه ان مش موضوع فيسبوك ولا يوتيوب ولا قد ما هو ناس، يعني انا دايما واكتر اللي بيجوني عن طريق صاحبتي، عن طريق اختي، عن طريق، فهي لو ما جاتش وارتاحت وعملت الخدمه صح الرزق بتاع ربنا، يعني لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. صحيح. فمش موضوع فيسبوك خالص، لاني انا في محل الجيزه ما كانش عندي فيسبوك، وبفضل الله كنت برضو الحمد لله، الحمد لله من نعم ربنا عليا بالنجاح ده، ما شاء الله. وبيجيني من محل الجيزه ناس دكتوره، واللي معلش حد مسؤول، واللي مدير البنك بيجوني لغايه الجيزه، فحتى كانوا يقعدوا يسالوهم جايين من الجيزه، تقول لها لو راحت فينا نروح وراها. ما هي دي اهم حاجه، هو فالمحبه حب الناس. الامانه، صح. انها بصي، بتيجي هو بتلاقي الاخلاص امانه. في العمل ما دام انت بتعملي مهم شغلك قوي، وانت حباه مهم. ومخلصه فيه وبتدي فيه جدا، يا ريت كلنا كده، فطبعا يا ريت. طبعا الناس كلها يعني هحس ده، هحس بجهدك وبتعبك، فهبقى طول الوقت عايزه اجيلك. انا مبسوطه جدا 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 انا بوجود اللي سعيده حضرتك معانا بيكي، بجد انا اللي النهارده. سعيده بيكي قوي. ويعني يا جماعه بجد اي حد عايز يعمل اي حاجه تقدروا تروحوا دودي سبا،
وهي طبعا استاذه هدى مقدمه يعني عروض جميله جدا مستمره لحد اخر السنه، واكيد مع السنه الجديده هتعمل عروض كمان يعني، انا ده اللي متاكده منه. فانتوا هتروحوا بقى هتلاقوا تعامل حلو وهتلاقوا خدمات حلوه واسعار حلوه، فمالكوش اي حاجه يعني. احنا دلوقتي نخلص الحلقه كلنا ونطلع مع بعض على بيوتي سبا. جمالك يهمني. ايوه طبعا طبعا. فانت نورتيني يا استاذه هدى، وسعيده جدا بوجودك معانا النهارده، واكيد هشوف حضرتك في حلقات تانية. ان شاء الله يا حبيبتي، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنوني.